جرى اليوم بمقر تعليم اللغة الفرنسية حفل توزيع الشهادات للمتدربين في مجال فني كتابة التحرير. منى حسن سكاية. إن للتدريب بمختلف أنواعه أهمية كبيرة في هذا العصر، والتطور التكنولوجي بات سريعا بحيث أننا بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة. بهذا الشأن جاءت هذه الدورة التدريبية حول فن كتابة التحرير التي نظمها مركز تعليم اللغة الفرنسية كالفا، وتستهدف هذه الدورة مختلف الفئات العمرية وتمكينها من فنون الكتابة التحريرية ولتزويدهم بالمهارات ومعلومات جديدة. وقد شارك في هذه الدورة التدريبية 43 مشاركا. في مداخلته مدير مركز تعليم اللغة الفرنسية كيمسول أدينغار قال إن مثل هذه الدورات تساعد المشاركين في تطوير كافة المجالات الإدارية والفنية وتعلم تقنيات حديثة في الكتابة واكتساب معارف تمكنهم من صياغة التقارير الإدارية بشكل مهني. وقد شهدت مناسبة الاختتام توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في الدورة التي استمرت لمدة شهر كامل.